السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار؟ شو تمام؟ رجعت لكم اليوم البث، شو المزيج من الأخبار على البث؟ رجعت لكم اليوم مقطع جديد، اليوم المقطع حلو بالنسبة لي، ليش؟ لأنه بدنا نجرب موقع خيرك بين شيئين، إذا ضغطت الزر راح يصير لك شيء لكن في شيء ما راح يجيك، فاهمين؟ لا حتى أنا ما فهمت لكن الحين بتشوفهم بالمقطع، فقبل ما نبدأ المقطع أتصل لك بالاشتراك، الثاني مقطع كيف بس وأنا مستمر، يا شباب زلم هذا ثالث مقطع ينزل لكم على التوالي على نفس الجدول، وإن شاء الله القصة بتنزل يوم الخميس، تشوفونها إن شاء الله، أنتم عرفتوا طبعاً إيش القصة بس يعني مشان على أساس محمسكم مدري إيش، متحمس مايك متحمس كيف تضرب المايك، ساعات شي يجيب لي غيره، فلا تنسوا لك الاشتراك وحسابات ترى تحت في صندوق الوصف موجود أكثر مكان موجود فيه الانستغرام، تعال أي وقت أنا موجود فيه، فيلا نبدأ. هل سوف تضغط على الزر؟ إذا ضغطت عليه اجعل كل شخص في العالم يحبك ويعشق، ولكن لا تقع في حب نفسك. ما فهمت لكن دائما الناس راح تحبني وشي خلاص فطالة زر والله يب فقط ضغطت على الزر. شوف 42% 39 ألف شخص ضغط على الزر بينما 55 ألف مضغطين على الزر. يمكنك الحصول على أي شيء تريده لكن عائلتك سوف تتخلى عنك. بيل جيتس لا يا حبيبي لا بموت شدخل لنا فعل العائلة مهمة آيلة هيرشي تمام؟ لا يا شيخ أنت لا تدفع الضرائب لكن يتم الدفع لك في علكة كبيرة. استغفر الله عليك. أنت الله لكن يمكنك تدخل في الأحداث البشرية. الزمة يا حبيبي كل شيء إلا الله عشان ما أصرك يا جردون. كونك إنهاء الجوع في العالم لكن أنت تعيش إلى الأبد مع الجوع المستمر. ليه؟ هذا إني أقصد إنك ضح يعني اسمه لا يا ضح العالم ليش؟ أنا عليه بالناس اللي يحب صدق والله عليه بالناس اللي يحبهم وبعدين لو إن الناس بالجوع ترى بتخرب الدنيا والله بتصير مرة تعبان. اتوقع لا لا نفعل حلو 50-50 الفرق بين اللي ضغطوا واللي ما ضغطوا اللي ما ضغطوا اقل والله اقل انا معهم. لديك القدرة على جذب اي فتاة تريدها لكن لكل فتاة تجذبها يصبح عمرك اكثر بمقدار على ليه خلاص واحدة وخلاص ما هي ادب ليش كثري ومسوي صاطي يعني مرة لا يا حبيبي خلاص استنى تتزوج واختار لك واحدة تناسبك صالحة تزوجها. شفت اني ضغطت الزر لكن انا مو قاصد انك خلاص فهمت انه مو ضغطه. يمكنك اجراء مكالمات غير محدوده وكتابه نصوص غير محدوده بدون تكلفه لمده عام لكن تتلقى مكالمات من المسوقين عبر الهاتف 4 مرات في اليوم على كل من هاتف المنزل. يب بضغط يب عشان ممكن يطلع لي من المسوقين واحد شيء ممكن نستفيد منه يب ومن سنه كامله يب ود الزوم ابلكم ترى ما يجوز نلعب يب احنا نلعب 53 ما ضغطوا ما يفهم في الحياة دولي. لديك القدرة على تشكيل التحول في أي شيء لكن لا يمكنك الرجوع إلى نموذج أصلا خاص بك. ليه؟ لا حرام روح شوف الناس اللي ضغطوا يا عيال 33 بس اللي ما ضغطوا يلعن جوكم. النموذج الأصلي يقصد أنك ترجع كإنسان. ينتهي الفقر في 3 دول العالم أو في دول العالم 3 لكن يختفي البيض راح لا خلى الفقر والله خلى الفقر لكن ترى لما النوعية من البشر تروح ترى قال العالم يخرب بعدين انا ما ادري من البيض من الحمر من الصفر انا ما ادري يعني اذا اختفهم انا بختفي معهم انا اتوقع انه انا حنطي فالحنطي يقرب للابيض كذا ولد عمو صح كل جد احس لنا افعل لنا افعل افضل حلو 62 ما ضغطوا نايس. يمكن ان يكون لديك مخالب والبرين تعرفون لكن لا يمكنك التراجع عنها ابدا والبرين احسها حلوه يا عيال تسوي كذا تطلع حس حلوة يا والله مرة فخمة حس عادي يعني ترى هي ترجع عن حد علمي ترجع شو اسمه هنا ترجع فاهمين صح حلوة بضغط الزر اوكي هذا التحدي نوعا ما حد لعبه كثير لكن 8-5000 ما يبونه وألبس اللي يبونه الألبس هم الفهمانين تحلى بالإيمان الكامل بالدين وتشعر بالارتياح من خلال وجود كيان سامي يحرسك لكن لا يمكنك إخبار أي شخص عنه حس حق الدجاليين ما أدري لديك الآن القدرة على التحكم في الطقس لكن في كل مرة تستخدم فيها قوتك المكشوفة حديثا ستحدث كارثة طبيعية في مكان آخر في العالم شايفين قلت لكم لما تغير شيء في العالم فتخرب الدنيا فلا لا نفعل لأنه ممكن تسوي حركة كذا تروح لعمامي أو خوالك ينشلون ليه؟ ما يصير حرام واخ 51 من الناس اللي تبي الله ينقطع بليسك ويا علي من رحمة سلاب جيرجا سوف يحبوا كل ما يعرفك لكن إذا رأوك مرة أخرى فسوف يكره لا 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 لا, لا. لا لا لا
ما احبه والله من مره. اول ما يتعرف عليك خلاص حبك، لكن مره ثانيه بس تشوفك يصير يكرهك يكرهك. لا لا لا، انا بالنسبه لي احس انه الحمد لله اعرف اسوي محبتين بالناس، الحمد لله اني مره اخوي اخوي مره اخوي. ف ما يعني حتى حد لا حد يقول لي مصلحه، المصلحه ايش يا حبيبي؟ لا فلوس لا شكل لا جمال لا ولا اي شيء، الحمد لله على الصحه والفلوس، الناس تطلبنا وما نطلب. لا خلاص، لكن لا نفهم والله صدق لا نفهم، لانه اكره ما علي انا احد يكرهني او اني اخجل احد او شيء يعني زي كذا. حلو، في 83 79 الف شخص موافقين، 15 موافقين والله شكلهم منبوذين الصراحه. انت تطور مهارات طبخ ممتازه مع القليل من التدريب، لكن سوف ترتخ الملابس للترتيع اثناء الطهي حتما يعني بالضبط. عادي والله عادي، لما انا اعرف اطبخ انا اعرف اطبخ اندومي بيض واسوي شيء طيب. انا اي شيء الشيء ايش من اسوي سبحان الله ايش من اسوي يطلع جوا ابوي، والله ابوي يقول لي اسوي شيء اروح اضبط ابوه شلون من هيك. اي دونت نو اني ثينك. ففي 78 هذول فهمانين، هذول ما فهمانين، ما في 20,000 واحد يا رجل. يمكنك تقنين الحشيش، لكن في كل مرة تنتهي فيها من استخدام بونك عليك ان تشرب ماء البونك، عليك ان تاكل هواء مخدرات حرام يا ابن الذين، عليك ان تعيد الناس الى الحياه، لكن الشخص الذي تحبه اكثر سيموت ولا يمكنك اعادته. اوه يعني يموتون الناس اللي تحبهم، لكن اكثر شخص في العالم تحبه راح يموت ما تقدر ترجعه من الموت. شو الفائده يا حبيبي؟ لا نفهم. حلو والله والله في ناس فهمان يعني. يمكنك اعاده اي شخص تحبه الى الحياه، لكن ومع ذلك سيموت شخص اخر تحبه. يعني لما ترجع شخص الى الحياه عادي راح يموت شخص تحبه انت. ليه؟ لا 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 احس لا. ليه؟ بعدين انا ما احتاج القدره هذه والله ما احتاجها. حلو، في 71% عادي زي يعني هم موقعين، 30% تقدر تقول 30% اللي هم موقعين لانهم همج همج. جميع الابطال الخارقين والاشرار الخارقين حقيقيين، لكن تدور مواجهه ملحميه في منزلك لما تكون ملك. لا يا ابوي دز امها دامني ما اصير واحد من الابطال. لا ما فيها. في واحد وفي 52 ناس فهمانة هذول همج حرفيا. طبعا راح نشوف اخر واحد انه طول المقطع عندي مره. تصبح الملك الجديد لمملكه قديمه منسيه وتجلبها الى مجد جديد، لكن تم قتل عائلتك على يد حلفائك، تم اطلاق النار عليك 7 مرات من خلال صدر واستخدام الاقواس، ودمر مملكتك باكملها بين عشيه الوضوح. ها شوفوا شوفوا شوفوا، لو اني اصبح ملك وعيده انا شباب ان شاء الله اصير ملك والله اصبط ان شاء الله باذن الله على حكم الله جل وعلا. لكن تم قتل عائلتك على يد حلفائك. لا لنا فعل ما ابي عيلتي، ابو عيلتي هم والله عيلتك هم. حلو، في 14 واحد عادي ما عندهم اهل ما عندهم شيء. بشوف الحين الكومنتات، بشوف الكومنتات على هذا الراي. ما الهدف من ان تصبح ملكا اذا اختفى عقلك على الفور؟ والله صراحه معك حق. لم يقل قط متى سيتم تدميره بين عيشة وضعه، ممكن أن يكون بعد 45 سنة، لكن أهلك ميتين يا ثور. نمط الزفاف الأحمر تزم غبي، لماذا أصبح ملكا إذا مت؟ إي والله لم يقولوا أنك مت، كان من الممكن أن يتم إطلاق النار عليك 7 مرات ولكنك ما تستعقل الحياة. إيش طلع زان أنت أهبل بعد؟ شوف الله لعبة العروش والله قاطك تقاديه. ليس هناك داعي حقيقي إذا حصلت على مملكة ثم تختفي بين عيشة وضعه وتقتل، فالشيء الوحيد الذي ستخرج منه هو أن تقتل، ليس هناك فائدة من هذا. إي والله يعني بيجي واحد أخرى منك وبيخرب، أنت راح تكون مرة كويس وهو يجي خرب. فـ 82 شخص مرة واعي ومخه براسه، هذول مخهم طاهر القلب نقي. فيس نكون وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وحساباتي موجودة تحت، على الانستغرام موجود أكثر الأوقات. لا تنسوا صراحة النبي، ثاني مقطع معانا 6 شهور أنا خذيت 6 شهور بالضبط، 6 شهور بنراجع محتوى القناة كلها. فباي باي يا عيال.